تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان وانت اغلى وطن وانت اعلى مكان. النهارده مش مجرد احتفاليه او حدث عابر، احنا بنتكلم عن تاريخ، عن قوه، عن حضاره بدات من الاف السنين ولسه مستمره فينا جوه كل مصري. النهارده هنسافر في رحله عبر الزمن، نقف وسط معارك اجدادنا، نلمس بطولاتهم اللي بنتكلم عنها ونحكي بكل فخر، عشان نعرف ازاي مصر فضلت واقفه، ما انقسمتش ولا انكسر لها جناح. يلا بينا نبدا الرحله. التاريخ بدا هنا. نيل شق صحراء واسعه وشعب مسالم بالفطر. عشان يعيش وسط المطامع كان لازم له قوة شاملة. الدلتا والصعيد ضمهم نرمر في تاج واحد تحت اسم ايجيبت، يعني أرض الإله، مصر اللي ما تقسمتش من يومها لحد النهاردة. مرت السنين وجالنا من الشرق هكسوس فوق عجلات حربية، احتلوا الشمال ووقفوا قبل طيبة بشوية، قالوا مش قد الصعايدة، رفعونا قتاوة 100 سنة وقالوا يستحيل مصر تقوم. سقن نراع ملك مصر قام عليهم بحملة ومات بطل، ورث الحكم من بعده ابنه أحمس 16 سنة، في ظهره ست الكل أم وإياح خطب، يعني القمر المطمئن اللي اتغنى لها وحوي يا وحوي إياحة. طور عجلاته الحربية وصنع سهام تسافر لصدور الأعداء أميال، ومن وراه محاربين النوبة وشوش سمحة، بس جبروتهم في الحرب يتكتب فيه مواويل. والمفتاح كان قبائل سينا، قطعوا على الهكسوس خط المدد والنجاة وقمنا عليهم طردناهم. أحمس قاهر الهكسوس، ومن بعده جيوش تحتمس وصلت لأعماق أسيا. رمسيس عمل أول معاهدة سلام في التاريخ وبقينا إمبراطورية أم الدنيا. ومرت سنين قرون، جه علينا أشوريين إغريق فرس وبطالمة ورومان، ومن بعده أمويين عباسيين مماليك، وهوب جوم المغول فخرجنا لهم في عين جالوت. وبرضه قبائل سينا وقفوا في ظهر جيشنا. دي كانت أول هزيمة للمغول، ومن يومها ما عتبوش الشرق تاني. من بعد المماليك جوم الفرنساويين اللي عملوه أهل دمياط والمنصورة فيهم، حبسوا الملك لويس التاسع في دار ابن لقمان، دفع فدية عشان نسيبه يروح بلد. تخيلوا جبروت الفلاح لما يصور، يا ما دقت على الراس طبول. مصر روتينها العادي أصبح جيش وشعب، عشان العرض والأرض مستعد يموت ويصحى كل يوم. في 1805 وصل محمد علي باشا مصر، سفرنا أوروبا ندرس العلم والحرب، وبنى جيش معتبر، مصانع أسلحة، أسطول، واتحد مع القبائل البدوية صاحبة الأصول. بيهم الجيش المصري أصبح أقوى جيوش العصر، ولأن دوام الحال من المحال مات الكبير واستغل أعدائنا ضعف الأسرة العلوية. هزم عرابي البطل في الإسماعيلية، وقعنا تحت احتلال مهين دام من السنين 72 لحد سنة 14. دخلونا حرب عالمية بالغصب، وقفنا وصمدنا ومات مننا مليون فلاح. ولما طالبنا في 1919 بحق تقرير المصير قالوا لن يصير، فخرجنا في مظاهرات وقلبنا ترميات يحيى الهلال مع الصليب، وانضم الضباط للثوار، بس حلم الاستقلال كان لسه بعيد. ومرت سنين ودخلنا حرب عالمية تانية، وقفنا فيها عشان نحمي قناة السويس اللي اتحفرت بدمنا، وخرجنا منها متأكدين إن المصري في الوضع المهين لا يمكن يستكين، لحد ما كانت النكبة في فلسطين سنة 48. جيوشنا العربية خاضت حرب الأرض، حرب الكرامة. القبائل السينوية والعربية كانوا السند. أبونا لما تاهت بينا الصحاري، لكن المؤامرة كانت أكبر مننا، وفلسطين كان مصيرها المكتوب تتأسر.
وسط البارود والدخان وفي خندق ضيق في الفلوجة اجتمعوا الرجالة حول النار. ضباط اتعرفوا باسم الأحرار وكانت الثورة في 52 قطعوا بالفساد والمحسوبية بآخر ملوك الأسرة العلوية. لأول مرة من آخر أسرة فرعونية يحكمنا رئيس جنسيته مصرية، والشعب قبل الهدية وكسرنا قلة ورا آخر جندي محتل في سنة 54. بعدها بسنتين قررنا نبني سد عشان نشرب بجد ونولد كهربا. البنك رفض، قال إيه مش مسؤولين، فأممنا القناة اللي مات في حفرها 120 ألف فلاح مسكين. تقوم ثلاث دول يشنوا هجوم، عدوان ثلاثي هدفه مصر ترجع للخلف. أهل السويس وبورسعيد وروهم النجوم في عز الظهر، ورجع العدوان بلده بلا كرامة، ومع ذلك استمرت خطة التدمير. وفي 5 يونيو 67 بدأ الخدر. عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر. سيل جالنا برضو من الشرق، 6 أيام طوال خسر فيها جيشنا 80% من قوته ومن الأبطال، وكان الجواب صمود، ردع واستنزاف للأندال. الأرض ضاعت لكن الروح وراها إيه غير الإصرار؟ القيادة قررت تنظم القبائل في كيان اسمه منظمة سينا العربية. اتعهدوا على المبدأ فدائيين في ظهر الجيش، ومفيش رجوع غير بالدم. وتزلزلت الأرض تحت أقدام المحتل، ما ناموش ليلة واحدة من غير كوابيس. أما الجيش اللي فكروه انتكس فأول ما فعل في 21 أكتوبر 67 والناس سخنانين، بعت زورق صغير بصاروخين غرق لهم تاج الأسطول المدمرة إيلات. تقدروا تزوروها تحت المية قصاد سواحل بورسعيد. العدو اتشال واتهبد وقرر يفرق الإخوات في مؤتمر الحسنة في قلب سينا. جمعوا القبائل وقدموا لهم عرض، والعرض كان ينفصلوا عن مصر دولة مستقلة تحت إدارة العدو. وجه الرد واضح وصريح وبيوجع. الشيخ سالم الهرش باسم كل القبائل قال مصر وسينا شعب واحد، أرض واحدة. ده الهكسوس ما عرفوش يفرقونا يا جهدع. سمعتوا عن إبراهيم الرفاعي قائد مجموعة صاعقة 39؟ ده كان حاوي بس مسلح ومتين، أسد الصاعقة المصرية، ده لقبه عند العدو. في ليلة بدون قمر عدى ورجالته القنال لسان التمساح، كان الهدف أخطر حصن في خط برليف. ضرب رصاص ورمى قنابل، هد جدار الخوف في نفوسنا ومضى على وشوش العدو أوتوجراف بالدم: يا عبد المنعم يا رياض، حقك رجع وروحك هترفرف وسطنا يوم الزحف. ولا نصر سالم اللي قضى 180 يوم خلف خطوط العدو بيراقب في استطلاع في استمتاع. العدو كان فاكر الحصون كافية تخبي أسراره، لكن نصر كان ليه رأي تاني. كل خطوة للعدو على الرمال كانت بتتنقل للقيادة، تخطيط لمواجهة محتومة مع خصم ملاه الغرور وطفح مستخبي ورا خط برليف وساتر ترابي. حرمنا نشوف أرضنا الطهرة، ومن تحت زرع مواسير نبلة ولع بيها مية القنال في يوم عشان يورينا إن اللي هيفكر يقرب هيتحرق بنار جهنم. والمشكلة إن الأخبار المحبطة انتشرت في مصر. إشي رحلات حج عمرة للضباط، تسريح 30 ألف عسكري من جيل 67، وعملنا 20 مناورة هنقضيها مناورات. كل حاجة كانت بتقول الدولة مش ناوية العبور. استنوا بس، المحتلين المغفلين ما كانوش يعرفوا إننا بننقل المعدات علني كده تحت مناخيرهم. أما المناورات اللي عملها على بطال فكانت تغفيلة متكلفة محسوبة بالمسطرة لحد ما وصلنا لساعة الصفر. العادي والطبيعي في أي حرب نهجم في عز الليل أو قبل الفجر، لكن نطلع عليهم الساعة 8 الظهر الشمس كانت في وش العدو متسنطرة، اترصت بطول الجبهة 220 طيارة بالتمام. رامت المدفعية 10500 قذيفة، دكت الحصون وركب الجنود الزوارق. مشينا على المية، غلبنا الساتر الترابي مضخات الري.
خط برغيف الذي لا يقهر أهو النهر. رفعنا العلم، نقطة تحول في تاريخ مصر، تاريخ بيتعاد من أيام أحدث، وهتفضل مصر باقية، وهنفضل إحنا خير أجناد الأرض. في 25 يناير وبعد الانفلات، الأرض باتت في حالة شتات، وطبيعي كانت تطلع الديدان. جماعات عاشت تحت الأرض سنوات، قسموا البيت الواحد، وأعلنوا إن سينا، شوف سينا يا جدع، أرض الفيروس اللي فيها أقدم الأبجديات، يسموها أرض الجهاد. مؤامرة محبوكة من 96 سنة على شعب هتف في يوم يحيى الهلال مع الصليب، فخلوا الخناقة يحيى الهلال ضد الهلال. والأدهى اتهيأ لهم إن مصر نخت وانحنت، وما كانوش يعرفوا إنهم مجرد فصلة من كلام كبير في كتاب اتكتب من 7000 سنة اسمه مصر أم الدنيا. وسنة واحدة كانت كفاية، زهقنا من التمثيل. الشعب قام في 30 يونيو، قالوا عاوزين رئيس مننا مصري مش دخيل، يقف ضد الخيانة، ضد الفشل، ضد دس السم في العسل. الجيش لبى الندى بدون تأخير، تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، عزل الجرح وطهرنا منهم، فكر الناس باسم بلدهم ورجع الأمل. على إيد رئيس طلب من الناس العمل، العمليات الإرهابية ابتدت، لغاتهم الوحيدة دستور الدم، هجمات منظمة ضد الجيش، ضد الشرطة، ضد الإنسان. الجيش ما نمش، خطط ودبر لواحدة من أهم معاركه عبر التاريخ. الدعم القبائل اللي قابلت الهكسوس والمغول في يوم، أطلق عملية حق الشهيد، دمر أنفاق وصادر سلاح كان متوجه لأولادنا بلا استثناء، وقف قصاد عدو سلاح وأفكار سودة بتتورث بجهل، رجعت الأمم للخلف. عملية جراحية صعبة بدون بين، كلفتنا أرواح شهداء ما بخلوش بدمهم. اللهم إني أحتسب هذا العمل، اللهم إني أحتسب هذا العمل. والإرهاب دلوقتي بيفكر 100 مرة قبل اللي اعتدى. قسما بالله اللي حيقرب لها لا أشيله من فوق وش الأرض. الجولة التانية كانت عملية شاملة، ضربة قاضية خلعت جذور الإرهاب من شمال سيناء. وفي الصحراء الغربية كانت عملية الحسم، مسمار مصدي بين ليبيا ومصر اتشال. الصعقة والقوات الجوية ما خلتش، العين بالعين والدم بالدم، كلها بطولات حمت البلد من الأفات، والتمن كان أبطال لمسوا سقف التضحية. أحمد المنسي ضد النسيان، رامي حسنين ذكرى على كل لسان. مصر ما وقفتش عند الحرب، الجيش صامد والجنة شغال في نفس الوقت. في 2015 حفرنا قناة سويس جديدة، مش بدم الفلاحين المرة دي، عززنا الملاحة وضعفنا الإيرادات، وفتحنا باب أمل جديد للاقتصاد، طرق وكباري، ألف باء تنمية، مواصلات متحضرة، بنية تحتية بتوصل لكل بيت، وعاصمة جديدة تليق باسم مصر، فيها مجمعات سكنية على أعلى مستوى، مقرات حكومية، أبراج، مطارات، مدينة فنون وثقافة، وعالمين جديدة، مستقبل يناسب جيل مش هنورثه الهم اللي فات. 1.5 مليون فدان، موانئ تتطور، حياة كريمة في أرياف اتناست من زمان، محطات طاقة بقدرات عالية. مصر ما بقتش بتعاني الظلام، بنبان ده نور الشمس أساسي في أسوان، أكبر تجمع للطاقة الشمسية في الشرق، ثروة مصر القومية من أيام رع. البلد بتتغير رغم كل التحديات، كل خطوة محسوبة بصبر واجتهاد، والأهم بننام في أمان. مصر ماشية بخطوات واثقة، الطريق واضح والنمو شامل للأمام. بلد بتجري على المستقبل، حصان أسود حر من غير لجام.